بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي بثانوية دار الثقافة الأهلية، أعزائي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أهلا ومرحبا بكم في عامنا الدراسي الجديد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون عام خير وبركة وتفوق، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، إنه على ذلك لقدير. أعزائي الطلاب، نبدأ اليوم درسنا عن الوحدة أو الكفاية النحوية للصف الأول الثانوي. الوحدة الأولى تتحدث عن الجملة العربية الأساسية. نعلم أن الجملة لها مكونات أساسية لا تخلو منها، نسمي هذه المكونات أركان الجملة، سواء كانت جملة اسمية أو فعلية. الجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين، هما المبتدأ والخبر. والمبتدأ اسم ظاهر يقع في أول الجملة أو ضمير، والخبر ووصف متمم لمعنى الجملة. مثال: الحق واضح. الحق مبتدأ اسم ظاهر، واضح خبر وصف متمم للمبتدأ. طيب، ننتقل إلى نقطة أساسية وهي أقسام الكلمة. تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. تعالوا معنا لنتعرف على أول قسم من هذه الأقسام، ألا وهو الاسم. الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، مثل محمد، أحمد، شمس. كل هذه كلمات منها تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن، يعني مش مقيدة بزمن، لا ماضي ولا مضارع ولا أمر. بقول على هذه الكلمة أو على هذا الاسم وما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، سواء كان زمن ماضي أو مضارع أو أمر. طيب، وللاسم عدة علامات. إزاي أفرق أن هذه الكلمة اسم أو فعل؟ أول شيء أن يصح الإخبار عنه. مثال: الامتحان صفة إيه؟ سهل. بل امتحان اسم وسهل اسم. من علامات الاسم أن يقبل ال، مثل الرجل، الولد، الحديقة، السيارة، كل دي أسماء. من علامات الاسم أنه يقبل التنوين، مثل سماء، قلم، سيارة. من علامات الاسم أنه يقبل النداء، مثل يا هذا، وأنه يقبل دخول حروف الجر، مثل سلمت على من قابل. مثال ذلك كما قال خليل بن أحمد: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند إلى تمييز قد حصل. هذه علامات الاسم. والاسم من حيث النوع نوعان: نكرة ومعرفة. النكرة هي اسم تدل على شيء غير معين، شاع في جنس ما، رجل، رجل مين، صحيفة، صحيفة ايه، سيارة، سيارة ايش، ايش نوعها. يبقى هنا النكرة اسم دل على معنى على غير معين، شاع في جنسه، ولد، ولد من، قلم، قلم رصاص، قلم جاف، قلم حبر، قلم صبورة. يبقى هنا النكرة واسم دل على غير معين. أما المعرفة هي اسم دل على معين، مثل محمد اسم علم، هذا اسم إشارة، أنا ضمير. وسنتطرق إلى أنواع المعارف الست، اللي هو العلم والضمير وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة أهو. والمعرفة أقسام هي العلم، الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بأل، المضاف إلى معرفة. تعالوا معنا لنتعرف على العلم. إيه هو العلم ده؟ العلم هو ما سمي به إنسان زي محمد، أو حيوان مثل القصواء، أو شيء آخر، جمادى الآخر، رجب، شعبان، شوال وغير ذلك.
مثال العلم الإنسان محمد وخالد، الحيوان القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نوع الحيوان قد يسمى بالحصان بالبراء أو قطته. طيب مثال العلم شيء آخر ممكن يكون اسم مدينة أو دولة أو نهر أو جبل أو شهر أو مكان أو غير ذلك، مثل جازان، مصر، النيل، أحد وغير ذلك. ثاني نوع من أنواع المعارف هو الضمير، والضمير من حيث الشكل والدلالة. فمن حيث الشكل ينقسم الضمير إلى ضمير منفصل مثل نحن وهو، من حيث الدلالة ينقسم الضمير إلى ضمائر متكلم وضمائر مخاطب وضمائر للغائب. ضمائر المتكلم اللي هو أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت، أنت، أنتم، أنتن، أنتما. ضمائر الغائب هو وهي وهما والهاء في كلمة سمعته. كل دي ضمائر من أنواع المعارف. كذلك من أنواع المعارف أسماء الإشارة، لهذا للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء لجمع الذكور، ذلك وتلك وأولئك. الأسماء الموصولة وهي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي واللائي. كذلك من أنواع المعارف المعرف بأل، كلمة نكرة دخلت عليها أل اكتسبت خاصية التعريف زي الكتاب، الحديقة، النهر، الشارع. كذلك المضاف إلى معرفة مثل كتاب محمد. يبقى كده تعرفنا على أنواع المعارف. إن شاء الله في الحصة القادمة نتعرف على الفعل، يبقى خدنا أول نوع من أنواع الكلمة أو أقسام الكلمة الاسم. الحصة السابقة بإذن الله نتعرف على الفعل.